السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الفيديو. غنشرح لكم فيه الطريقه كيفاش تريكوبيريو المود باس ديالكم الى نسيتو بالنسبه للويندوز بجميع لي فيرسيون ديالها، اكس بي، ويندوز 7، ويندوز 8، 10، بواسطة لوجيسيال ديال لاز سوفت. كما كيبان لكم دابا انا هنا نسيت المود باس ديالي، غادي نمشي ندير ندخل وما عندي فيه لي دوني، ما خاصيش نضيعهم. نوريكم الطريقه كيفاش تدوزوا لوجيسيال الكليوس بي. غادي ناخذ كليوس بي فورماتور فات 32 يوس بي تكون من 2 جيجا الفوق. من بعد غادي نمشي نستريو لوجيسيال ديالنا لاس سوفت ريكوفر. نيكست، اكسبتي، نيكست، 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 انستال. Lancer l'application. Next. Là, il y a l'activation du logiciel. Je suis mis à coller. Serial. Past. Next. Next. هنا كيقولنا فين بغيتي تصوبو السيستيم، اختار اليو اس بي من هاديك الكا، هي هادي اليو اس بي ديالنا، الحرف كا ولا ليتر كا. Start. Yes. دابا غادي كري لنا واحد الميني سيستم، غنكريه في اليو اس بي بوتابل، وهو غيكون انتيغري فيه لوجيسيال لاس سوفت اللي غيمكننا باش نديرو ريزيت الباسورد. دابا هنا ما غنحادي والو، غنخليو كي سيستم كيدوز، ممكن ياخد لنا شويه ديال الوقت. من بعد فاش يسالي غادي يمشي هاد الميساج اللي قدامنا، ونرجع ديك الساعات نرتيريو اليو اس بي ديالنا ونركبوها في البي سي. دابا من بعد ما دوزنا لوجيسيال اليو اس بي، ناخدو كلي اليو اس بي ونديروها في البي سي. من بعد غادي نطفيو البي سي، طفيناه، غادي نشعلوه ونبوتيو على الكلي يو اس بي.
سيستم غادي نختارو هو داك الاختيار الاول لاست سوفت لايف سي دي. نتسنى واحد شوية هو كيتيليشارجا معكم. هذا هو الانترفاس ديالو. غنجيو نختارو هذا باسورد ريكوفري. Reset Windows password. Entendu le next. Non, qui va nous le profil d'un élève. Non, qu'on a fait le profil d'un élève. Mon nom est Diallo. Mettez un profil Diallo. Voilà. Il y a Samsung. Vous allez insérer le mot de passe. Quand vous allez sélectionner. ومن بعد غادي نهبطو عند نيكست. غادي نختارو ريزيد اللوك لهادي بركو عليها نتسنى واحد شوية صف. هاهو كعطاني الميساج بأنه الباسورد راه زال. اوكي كانسلت روبوت. دوك الروبوت نزول الكلي يوسبي دابا ها هو دا غادي يشعل ومود باس ما كاينش. هكا كنكونو سالينا الشرح ديالنا. نتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم ديما الجديد وجيم بارطاج. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.